أنا كنت متفاجئ، بس مو كثير إني أنا تفاجأت، لأنه أنا توقعت إني طالع نمونيا بعد البرايم. الإيفال كان عندي شوية فرصة إني بعدل فيه، بس ما الله وفقني في الإيفال. وأتمنى إن شاء الله في البرايم الجاية إنه أقدم كل اللي عندي إن شاء الله. أتمنى الكل يرجع، بس نظام اللعب لازم واحد يطلع، فأنا أتوقع إني إن شاء الله برجع بالجمهور، وأنا واثق في الجمهور. ومابيل أتوقع هي إنه لها فرصة، ممكن يعطونا فرصة ثانية، إنه سوكينا أخذت فرصتها، والله يوفق الجميع. إنه تمنيت إني أقص شعري، بس قالوا لازم لما نطلع نمونيا بقص شعري، والحمد لله اليوم طلع نمونيا عشان أقص شعري وأضبط شوية، وكمان عشان الناس يعرفون يعني أكثر صورتي في الشاشة في كل وقت. إنه أنا بعد ما طلعت نمونيا اليوم كثير تشرفت وعرفت محبتي قدام زملائي والطلاب، فأنا من جد تمنيت إني بطبخ لهم وبوريهم العادات وبالطبخ السعودي، وأعرفهم على عاداتنا وتقاليدنا في السعودية. المشاعر في غيابك ذاب فيها كل صوت، والليالي من عذابك عذبت فيني السكوت، وصرت خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي، وكل أوقاتي تقول آه آه الأمان وين الأمان، وأنا قلبي من رحلت ما عرف طعم الأمان. كل اللي بيحبوني وواثقين في موهبتي صوتوا لي على رقم 2، علي من السعودية.